منتابع حلقتنا لست ايار ست نوار اليوم الخميس ومنروح لكيف الجو. البدايه حاضره. اي حاضره اكيد. عظيم. البدايه مع استاذ محمد كنج من مصلحه الارصاد الجويه بمطار موجود بيروت. استاذ محمد الدولة. موجود استاذ موجود. محمد احنا عم نطمن اذا النكته حاضره ولا بننطر بعد شوي. قال وحده حلوه كثير 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 كثير. قالت لجوزها صلح شباك المطبخ مشان جارنا ما يشوفني. قال لها شافك وقال لي بده يصلحه على حسابه. قد ما هي حلوه. كنت شديت حالي انا باول النكته وقلت وحده حلوه كثير بلاش ظبط شعري انا طلعت هيك النكته. شفتي نحن رجال بنعطي هيك بوزيتيف. ايه كثير خاصه بالاخر. لا اكثر من هيك بوزيتيفيتي ما بيعجبني. حكينا منيح ما بيعجبهم حكينا هيك متوسط كمان ما بيعجبهم. شو بدك تعمل؟ نيه اللي مزوجين يا استاذ. والله بحيروا ما بتعرف مرات. لحظة بس مرة شي عبده اليوم عبده وضعه مش عاجبني. أول شي كاوي الزيتة الصباح لأنه يفضل كله بالزيتة مهم يزم مهم يزم 100%. تاني شي بلش يتمنى أنه يكون نيالهم المتزوجين. شو صاير معك صديقي؟ ماشي الحمد لله. عباب القفص يمكن بعد الفاكسان يمكن. شو؟ استاذ محمد طمنا هلا الاجواء الطقس رح تضل انخفاض بدرجات الحراره ولا اليوم برد يعني بفوق ال 1200 متر الحراره كانت صباحا شي 10 صحيح على ال 1000 متر 900 متر كانت الحراره 14 اليوم الصباح. نعم من المتوقع كمان بكره تنخفض شوي درجات الحراره خاصه بالمناطق الجبليه. عم نحكي عن المينيما الماكسيما تقريبا في ثبات فيها. نهار السبت حتبلش تطلع الحرارة يعني اليوم وبكرة طقس ربيعي درجات حرارة عم نحكي تحت معدلات على الساحل ما حتتخطى 26 درجة بطرابلس ممكن لحدود 25 درجة. ألوان مثل ما عم نشوفها فاتحة يعني ما في ألوان غامقة. تقريبا الألوان اللي مغطية لبنان هي الألوان المتوسطة المعتدلة اللي نعم. فيها هواء فريش يعني بريح الجسم. طقس اليوم بلش غائم جزئيا عندنا سحب مرتفعة رياح ناشطة اليوم بحدود 45 كيلومتر بالساعة. بكرة إذا عم نشوف بلش تدخل كتلة علينا نسبيا حارة من ميلة الداخل حتأثر علينا اعتبارا من بعض الظهر يعني بتكون قطع النهار تقريبا. التأثير الأساسي نهار السبت حنشهد ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية حتتخطى معدلاتها الموسمية. الساحل التأثير حيكون محدود شوي ارتفاع درجة أو درجتين أو درجتين حسب إذا بالجنوب ولا بالشمال. أما نهار الأحد فحيكون عندنا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة. هون عم شوف الجراف التمبراتور بنلاقي في كسرة للمينيما نهار الجمعة عم تنزل أكثر من اليوم يعني وبتبلش تتحرك من بعد ظهر الجمعة بتبلش تطلع الحرارة. السبت طالع طلوع والأحد ممكن تتخطى ال 34 درجة بمدينة بيروت درجات الحرارة ومناطق الجنوبية للبنان. نعم بطرابلس مش متوقع تعلى اكثر من هيك. بالنسبه للحراره اليوم بين 16 و 26 درجه ببيروت هلا بحدود 22 درجه جبال من 14 ل 24 والمناطق الداخليه البقاع 16 ل 28 درجه وهي درجات حراره معتدله للبقاع وتحت معدلاتها اليوم حتكون. الرطوبه بين تقريبا ال 45% لل 75% وحال البحر اليوم في عنا شوية موج بسبب نشاط الهواء عم بيكون اتجاه الهواء جنوبي غربي بيجي شوي منسم مع بارد بيعمل شوية موج. حرارة سطح المي دفيت صارت بحدود 22 درجة يعني هيدا الويك اند فينا نحكي عن طقس فينا نغطس خرج بحر بامتياز خاصة شوب وحرارة المي شوي هيك دفيت شوي نسبيا. ايه لانه صراحة هلا اكتشفت انه عم نضوي يعني قد ما بيض مش معقول. بالبيوت ليك تحت الهواء اتهمت المخرج انه في كادر مش اخده هلا كمان عم تضوي كمان المخرج. لا نحن بنهنيها على اناقتها لمدام ريتا. اوه ميرسي استاذ محمد. كلهم اسم الله الصبايا دائما يعني اناقين وحدا بيحكي عبدهم زيهم الله يخليك. نعم قال وكيف سيعرف الرجل انه زوجته هي ست الكل اذا لم يتعرف على الكل؟ محب معها يعني. انا معه استاذ محمد معه حق. عيدة يعني سماني إيه لازم هذا كله قبل الزواج تقول لها ست الكل صح صحيح.
منيحه هيك. انقذك عبده هيدي صديقي استاذ محمد. استاذ محمد اذا ضلينا على الحاله رح اضطر اسحب مصاري المونوبولي لكفي الشهر 100%. طيب هذا كل شيء. هذا كل شيء. يعطيك الف عافيه. شكرا لك محمد كنج ولكل العاملين بمصلحه الارصاد الجويه.